في أخبارنا أيضا، كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مقترح عرضته حركة حماس على إسرائيل يتضمن تبادل أسرى بين الطرفين. هذا وتتضمن صفقة بحسب القناة الإفراج عن إسرائيليين اثنين مدنيين ضمن مرحلة أولية تأتي مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. هذا وبحسب القناة أيضا، فإن الحركة ستعطي إسرائيل في خطوة لاحقة معلومات عن جنديين إسرائيليين. ووفقا للقناة، تطالب الحركة بالإفراج عن 800 أسير من بينهم مروان البرغوثي. والحديث أكثر عن هذه التطورات معنا من غزة مباشرة مراسلنا باسل خلف. باسل، ماذا لديك من تفاصيل إضافية حول هذا المقترح الذي عرضته حركة حماس على إسرائيل؟ وسام، يمكن أخذ هذا الموضوع في ثلاث مسارات. المسار الأول هو أن حركة حماس لم تعلق رسميا على هذا النبأ الذي ورد في الصحافة الإسرائيلية صباح هذا اليوم. والمسار الثاني هو أن حركة حماس ترفض الحديث دائما عن تفاصيل ما يجري، على اعتبار أن المفاوضات تتم بثلاثة أطراف: المقاومة الفلسطينية والوسيط المصري ووسطاء آخرين بطبيعة الحال، والاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي لا يوجد شيء نضج حقيقة في هذه المفاوضات لتتحدث عنه حركة حماس. هذا ما ترد علينا دائما حينما يتم الاستفسار حول هذه الأنباء التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية، لأن هناك ثابتا وحيدا بالنسبة لحركة حماس هو أنها ترفض الحديث عن أي صفقة جديدة متعلقة بقطاع غزة، بصفقة تبادل أسرى وربطها بالأوضاع الإنسانية هنا في قطاع غزة، بالنظر إلى مثلا القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال سواء فيما يتعلق بعمل معبر كرم أبو سالم أو إعادة الإعمار في قطاع غزة عموما بعد الحرب الأخيرة. المسار الثالث والأخير هو أنه فضاء هذه الأخبار يأتي في بالنسبة لحركة حماس أنه لا يوجد إعلان رسمي حول تفاصيل. اليوم الصحيفة الإسرائيلية تتحدث عن أنه أو القناة الإسرائيلية تتحدث عن أنه هناك 800 من الأسرى موضوعين على القائمة، لكن قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار كان تحدث سابقا عن رقم أكبر من ذلك، وبالتالي الحديث كان يدور حول رقم 1111 أسيرا، ومن بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم من الأسرى والأسيرات جميعا. وبالتالي الأسماء والتفاصيل بالأرقام هذا لم يؤكد هنا في غزة، ولم يتم الحديث عنه بالتفاصيل، وحتى حركة حماس لم تعلن بأن هناك شكراً جزيلاً من لك قبلها موجود في القاهرة للحديث حول هذه الموضوعات. كذلك لم يزر أي من الأطراف المصرية والوسطاء غزة. شكرا جزيلا لك باسل خلف.